قد لا يعقل، لكنه كذلك. يتقاسم طفل مريض مصاب بالسرطان سريره بالمستشفى مع أطفال بنفس حالته، إضافة إلى ما يعانون من آلام المرض النفسية والجسدية. يفرض عليهم الاكتظاظ الذي تشهده مصلحة طب الأطفال بمستشفى بيير وماري كوري بالعاصمة. اكتظاظ بزاف، تقعد 5-6 معاك، هو راقد ما يقدرش يرقد، الحس كي تجي يكون ديجا تعبان، وحتى في الليل يخدم في لاشيميو، ومن بعد تولي الحس عليه في الصباح خلاص. نتمنوا حنايا شغل من الدولة تاعنا تخزر في الدراري هادو اللي مرات توفر لهم اماكن اوبيتال سبيسيال، زعما جو غير ليهم هما. هنا كي شتي مخلطه مع تاع الكبار، من داك يكونوا بلايص ما كاش نروحوا نرقدوا في تاع الكبار، كي تريبيرا وعطناش تاع اللي نعاودوا نولوا لبلايصنا. الوضعية التي يتعايش معها المرضى، الطاقم الطبي وشبه الطبي، تتفاقم سنة بعد الأخرى. أطباء يمنعهم الضمير المهني من عدم تقبل المرضى بالمصلحة، وفي نفس الوقت يرفضون الظروف غير اللائقة التي يتم التكفل فيها بالأطفال. وأورام السرطان الأطفال دو بليز أون بليز أوغمونت، العدد دو بليز أون بليز أو يزيد. أنا كي بديت هنا 2007 كنت نشوف 2-3 نوفو مالاد باغ موا. دوكا رانا نديرو 2-3 نوفو مالاد باغ جوغ. دونك لي مالاد عدد المرضى ويزيد، العدد زانفراستركتور ما كاش. ان اوبيتال ديني دو نون دو لا بيدياتري لونكولوجي تاع مهتد للسرطان تاع الاطفال ما كاش. اون با لونفون محكور، اي نا با دوبيتال. اي بورتون لو كانسير تاع لونفون il guéri. لو كان ناخذوه اون شارج رابيدمون كونفينابلمون il guéri. تيشيك تاع لونفون في السرطان جو ان تري غران رول، صح ولا لا؟ Donc tout le monde est désespéré finalement. L'infirmière elle est désespérée parce qu'elle travaille dans très mauvaises conditions. حنا on est désespéré et le malade واش حيقول؟ Dans tout ça. حنايا على بالك كيفاش يقول لك سي لو كوراج اي لا فولونتي دو بيان فير لي شوز لهادوما ملايكة كي نو كي نو كي نو لاسا ريستي هنايا. غياب مستشفى متخصص في علاج سرطان الأطفال بالجزائر يضع مصير العديد من الأطفال في خطر، فالاكتظاظ المشهود بمختلف المصالح يؤثر على نوعية وفعالية العلاج. الثمن يدفعه الأطفال بمعاناة لن يفهمها سوى من يعالج في الظروف نفسها.